مدينة من شرائح الأعمال اليوم قضينا كان تخريج أول دفعة من شرائح الأعمال، وهذه مجموعة أفكار إبداعية يقوم بها الشباب والشابات تقديم خدمات متميزة، ونعمل كذلك تشجيع الجميع على مبادرة بأفكار إبداعية. دائما ننظر القطاع الخاص هو شريك رئيسي وأساسي في تقديم خدمات أفضل وخدمات متميزة لضيوف الرحمن، لذا نحن نعمل مع المبادرين والقطاع الخاص كل على سواء لتحفيزهم وتقديم أفضل الخدمات لهم. نجد فرص عائلة تقديم خدمات متميزة في مجال عدة زوجات تقنية أو حتى غير تقنية. تحدي هو صعوبة التواصل مع الحجاج غير الناطقين باللغة العربية. لوحة عين للتواصل، وهي عبارة عن تحويل الكلمات الغير عربية إلى صمر ورموز تسهل من عملية التواصل وخدمة ضيوف الرحمن. إحنا اليوم في تحدي تفويج الحجاج للجمرات. التحدي بكل بساطة كان هو صعوبة وصول الحجاج للجمرات والعودة للمخيم بكل يسر وسهولة، فكان الحل المقترح حقنا هو استخدام الدلالات اللونية والرموز لإرشاد الحجاج. كما حاولنا تيسير هذا الحل لمساعدة فاقدي البصر. زي ما انت شايف عندنا هذه احدى المنتجات اللي معانا. احنا الحمد لله عمرنا في السوق سنة ونص، من يوم ما بدأنا إلى اليوم أكثر من 75 طن انبعاث كربوني وفرناه على بيئتنا. إحنا كسفراء إبداع راح نقدم اليوم إن شاء الله تعالى نموذج ابتكاري طور لشركات الحج الداخل أو الخارج، وهو عبارة عن منتج الصوفة بد، صوفة ابتكارية سهلة التخزين، سهلة الاستخدام، مساحتها كافية في المنام أو الجلوس، وبالشكل هذا نستطيع أن نستعرضها. هذه في وضعية مخدة، وهذا حاجز يفصل بين الحاج والحاج الآخر. بالطريقة هذه تكون شكل الصوفة المطورة، مساحة الجلوس ومساحة المنام نفسها حيث أنها تكون واسعة للحاج. هنا أول شيء التحدي كان يخص ذوي الإعاقة والتحديات اللي تواجههم في المشاعر المقدسة في ميناء وفي عرفة وفي مزدلفة. كان التحدي عندهم أنه كثير من المرافق العامة غير مجهزة بالشكل المناسب لهم. الحل هو تطوير أداة تقوم بتحميل المواقع. هذه الأداة تعتمد على معايير الوصول الشامل أو كود الوصول الشامل في البناء، حتعطينا نتائج في النهاية إذا كان هذا الموقع مهيئ لذوي الإعاقة ومحدودين حركة من كبار السن أم لا، والنتائج حتنعكس في تطبيق نسق حسب ما نشوف هنا. فالمقدم الخدمة اللي راح يحجز هذا الموقع إذا كان الموقع مهيئ حينعكس هنا إنه هذا مهيئ لتقديم هذه الخدمات لذوي الإعاقة.